القصة بدأت لما شباب مصري من جامعات مختلفة قرروا يفكروا ويخططوا ويشتغلوا على حلمهم ويحققوه. وفي ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب، بتقوم جامعة عين شمس المتمثلة في كلية الهندسة ومركز ريادة الأعمال آي هاب بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وتحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم كل الإمكانيات اللي تساعد الشباب لتخطي التحديات والصعوبات ويثبتوا كفاءتهم الهندسية والكهربائية. دخلت مسابقة إيفر 2018 في أول فيرجن ليها، والحقيقة هي كانت تيرنينج بوينت في حياتي، اللي أنا عرفت يعني إيه هي العربيات الكهرباء وإيه الكومبوننتس فيها وإيه السيستمز اللي فيها، والحلم بقى حقيقة وشاف النور لما من 4 سنين ومن قلب العاصمة الإدارية انطلق أول رالي للسيارات الكهربائية، وقدروا الشباب يثبتوا قدراتهم ونجاحهم في أول نسخة. شايف إن المسابقة بتطور سنة عن التانية، وكل مرة في بيرفورمانس أعلى من الطلبة. حجم مجهود جبار بالنسبة للوقوف مع الطلبة من أول مرحلة التصنيع والتصميم لحد يوم المسابقة نفسه. لا، إحنا بنبذل مجهود جبار، ومسابقة كل سنة عن سنة تفرق بطريقة كبيرة جدا جدا جدا. سنة ورا سنة الرالي مكمل من العاصمة الإدارية الجديدة لمدينة السلام شرم الشيخ لأجدادنا اللي شافوا نجاح أحفادهم عند أهرامات الجيزة في تجربة بتشجع الطلبة لاكتشاف أحدث التطورات في صناعة بتنمو سريعاً، وبتخلق ما بينهم روح من المنافسة على إنهم يخلقوا تصميمات مختلفة وأفكار إبداعية. احنا بنحاول نقدم للطلبه نفس المستوى اللي بيشوفوه في المسابقات اللي بره، من حيث الرولز اللي هيبتدي يمشوا عليها، من حيث الكواليتي بتاعه المسابقه، من حيث المنتورشيب اللي احنا بنحاول نقدمها. وكل سنه بيكونوا قد التحدي، وبنشوف معاهم قصه نجاحهم. وفي الجيل الخامس هيقدموا لنا شكل جديد من فئات بتضمن التصميم المتميز وتصنيع السيارة الكهربائية بكل ما تحتويه من عناصر، والقيام بحسبة التكلفة وتصميم خطة لترويج وبيع سيارتهم. والنهاردة من قلب مدينة العالمين الجديدة بنشهد على قصة نجاح متميزة، وبتنطلق اليوم النسخة الخامسة من رالي السيارات الكهربائية بمشاركة 43 فريق من شباب 28 جامعة مصرية.